محمد عبيد من مواليد 1950 طرابلس. بسبب الأوضاع الاجتماعية الصعبة بالموجودة بالبلد مش عم اشتغل ميزان عم زين عالم عم طلع مصروفي. اشتغلت على الميزان لأقدر أعيش، يعني ما في شغلة تانية اشتغل عليها إلا هذا. وعندي ولدين توفوا ميتوا وهلا ماني مجوز، ميتت مرتي وعايش عايشين. شو بنعمل؟ هيدي الحياة صعبة، مين بده يرجع يتجوز مرة تانية؟ ما فينا نتجوز مرة تانية، ما فينا عم طلع مصروفنا. يعني كنت اشتغل بالعمار وبرد بالعمار، ما فيني اشتغل بالعمار. اشتغلت فترة تركتها ورجعت اشتغلت فيها دين فوق كمان بالمطبخ كمان بسبب العمر كبير، ما فيني اشتغل، ما فيني اكمل. اخترت المصلحة اشتغلت فيها، اخترت بعد ما اشتغلت بالعمار اشتغلنا اخترنا المصلحة اللي اشتغلت فيها.